كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد على الجميع، عيد سعيد على كل الإنسانية وكل العالم، وعيد عمال سعيد بالمناسبة، ودي حاجة مهمة جدا. الناس اللي زي حالتي اللي هم بيبقوا حادفين يسار، ما بحبش أنا كلمة حادفين شمال دي، لأنه اسمها وسمعتها وترددها العام مش لطيف. اللي حادفين يسار حبتين أو المركزيين اللي زي حالاتي بيبقوا ناس دايما طول الوقت نظن يعني، ونتمنى أن احنا يكون ظننا صحيح وتبقى انحيازاتنا كاملة، مش هقولك حقيقية، احنا في ظننا أنها حقيقية بس تبقى كاملة يعني وملموسة. بيبقى في عندنا كده انحيازاتنا الفكرية، بنحاول طول الوقت دفاعا عن حقوق العمال والكادحين والفلاحين والمزارعين وما إلى ذلك. ويمكن المذيع بشكل شخصي طول الوقت بيبص على ما قد تطلق عليه القضية دي بشكل مركز جدا وعن قرب وعن كثب، زي ما بيتقال كده في نشرات الأخبار اللي بيقدموها زمايلي الأعزاء المحترمين. بستاق قوي قوي لما بنلاقي أنه في ناس للأسف الشديد لما بتيجي تتكلم تيجي يقولك إيه مثلا، إيه وأين الدولة من الكادحين والعمال والفلاحين والمزارعين؟ هو السؤال في حد ذاته إن كان سؤالا ما فيهوش الاستنكار أنا أقدر أفهمه، لأنه من حقك دايما إن أنت تسأل، ومن حق الطبقات كلها إنها طول الوقت بتناضل علشان حقوقها. وأظن أنه دايما بيجي على رأس الحقوق هي حقوقنا المالية والاقتصادية، ده طبيعي، أمال إحنا هنفتح البيوت منين يعني؟ سيبك مننا، احنا الطبقات المتوسطة او بيسموها كده الاستراتيجية البرجوازية العليا اذا صح التعبير في بعض الاحوال يعني. لكن العمال اللي هم بيشتغلوا بايديهم، اللي بيكسب لقمة عيشه بالمعنى الحرفي من عرق جبينه، احنا الناس اللي قاعدة في المكاتب، الناس اللي قاعدة في التكييف، قاعدين على ترابيزات شياكة، لكن في زي زمايلي اللي موجودين هنا الأسطوات العشرة على عشرة اللي الشغلانة بتقطم ظهره بالمعنى الحقيقي، اللي تلاقيه واقف على سلم، واللي تلاقيه مش عارف بيعمل ايه وبيسوي ايه، اللي بتلاقي عرقه مالي وشه. نقدر نستثني مديرين التصوير دول برجوازية عليا زي حالتي كده، وإن كان في بعضهم بيشتغل على الكرين زي سامح صيام، ده بيتطلب عضلات بس يعني معلش برضو. زمايلي التانيين الحقيقة أولى بهذا الذكر، زي إخواننا العمال اللي موجودين جوه المصانع وإخواننا المزارعين والفلاحين اللي موجودين جوه الحقول والأراضي المختلفة. لكن باعتبارنا أن احنا بنتكلم عن عيد العمال بالمعنى الحرفي لكلمة عيد عمال، واللي نشأ وظهر في العالم باعتباره للطبقة الكادحة، رمز العامل اللي لابس الأفرول وماسك في إيده المفتاح الإنجليزي وما إلى ذلك بتطوراته فيما بعد من أدوات قد تكون متطورة كتير، هذه الانحيازات غابت عن بلدنا أنا أظن حوالي 40 سنة. هتيجي تقولي بس دايما كان في المنحة يا ريس، هقولك كل ده كان جميل بس ده كان فتات بيجرى وقتها، والمنحة يا ريس كانت دائما هي الدولة تجاه عاملين يعملون في قطاع الدولة اللي هو القطاع العام، عمال الحكومة يعني، وكويس مش هقولك وحش، المهم إن كان يبقى إيه نظرة للعامل. لأول مرة من سنين طويلة تشوف الدولة وهي بتقرر أو تحدد أنه يبقى فيه حد أدنى للأجور لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص، لأول مرة ده يحصل من سنين طويلة. السؤال، أليس هذا انحيازاً؟ في ناس فرحت جدا بمسألة حديث الرئيس حول الحوار السياسي الموسع والمفتوح وإعادة تشكيل لجنة العفو، وده شيء رائع وتقدر تسميها فكرة الانفراجات الفكرية والسياسية، أهم حاجة إنه الأطراف الأخرى يعني الدولة تدعو إلى ذلك، فالأطراف الأخرى من المعارضة تستوعب هذا العرض بمنتهى الحكمة والذكاء، لازم تستوعب ده بحكمة وبذكاء. بس أنا أشوف أنه ما يحدث في انحيازات أو من انحيازات للعامل وبالذات بتوع القطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص دول دايما يعيني مضغوطين، لأنه ما فيش حاجة بتقول أنه يحصل كان على حد أدنى، ولا في حاجة هتحدد له علاوته الدورية عاملة إيه، وأظن بيبقى حدها تقريبا 3 أو 4%، ده الحد بتاعها الحد الأدنى، فممكن يبقى صاحب الاستثمار يقرر أنه 3% وكل سنة وانتم طيبين، واللي مش عاجبه يسيب الشغل ويمشي. عارفين كده طريقة الرأسمالية المتوحشة؟ أنا أستثني من ذلك بالكتير بالكتير 10-15 مستثمر ضخم أو المليارديرات الكبار اللي بيتحكموا يعني في جانب كبير من
الاقتصاد الخاص في مصر، وكويس الاقتصاد القطاع الخاص، أهلا وسهلا، مش مختلفين، بس نظرة يا مؤمنين، نظرة للعامل، مش بس في عيد العمال علشان المناسبة، رئيس الدولة ينظر إلى عمال مصر. فخلونا ناخد معانا على التليفون دكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عامل كل ايه؟ كل سنه مشاهدين، كل سنه وانت طيب، طيبين وبخير يا رب. وانت بالصحه والسلام. دكتور، كيف رايت كلام الرئيس او قراراته متعلقه بالحد الادنى للعاملين بالقطاع الخاص؟ وزي ما انا كنت بقول كده ما بين قوسين، ده لاول مره من سنين. طبعا احنا بنتكلم على قرار مهم جدا، لان زي ما حضرتك فضلت وقلت، يمكن العاملين في القطاع الخاص طبعا كانت المشكله الاساسيه ان الدولة بتتحكم في منظومة الأجور للعاملين بيها، العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بمعنى أن لما يحصل حوافز، يحصل زيادة في مستويات الأجور، يحصل تعديل للحد الأدنى للأجور، ده كله كان بيبقى الأمور سهلة لأن الدولة بتتحكم فيما تملكه. لكن أن يحصل التنسيق ما بين الدولة ومؤسساتها وما بين القطاع الخاص، وبالأخص كمان في ظروف صعبه بيمر بيها العالم كله من ارتفاعات في معدلات التضخم، فبالتالي ان احنا نوصل لتعديل للحد الادنى للاجور وان يتم تعميمه على مستوى الدوله في القطاعي العام والخاص، ده جزء مهم جدا هيساعد اكيد الاسر المصريه ان هي تواجه الارتفاعات اللي بتحصل في معدلات التضخم وارتفاعات الاسعار، واللي احنا يمكن تابعينه للاسف الشديد على مستوى العالم كله، بدايه حتى من الاقتصادات الكبرى، الولايات المتحده الامريكيه ومنطقه اليورو وكافه دول العالم بتعاني بشكل واضح. فبالتالي الدوله مع قرار مهم زي دوت ان يتم الوصول لحد ادنى للاجور، اكيد ده بينعكس بشكل ايجابي على مستويات المعيشه بالنسبه للمصريين. احنا عندنا يمكن قوه العمل في مصر ما يقرب من حوالي 30 مليون عامل ما بين قطاعي العام والخاص، فبالتالي احنا بنتحدث عن جزء كبير جدا من المصريين هيستفيدوا طبعا من هذا القرار. اعتقد انه عدد حتى العاملين في القطاعات او القطاع الخاص تحديدا اكتر من العاملين في القطاع العام، يعني القطاع العام اظن حجمه يصل الى تقريبا 6 او 7 مليون ما بين عامل وموظف، فالبقيه قطاع خاص. العماله كلها طبعا يعني بتبقى في القطاع الخاص، احنا بنتكلم القطاع العام او الجهاز الاداري للدوله، احنا بنتكلم عن حوالي 6 مليون موظف، لكن باقي قوه العمل هي في القطاع الخاص، فبالتالي احنا بنضمن بشكل كبير ان هذا التعديل يستفيد منه كافه العاملين في الدوله، بدل ما كانت القرارات ممكن هي تصب في مصلحه جزء قليل جدا من العماله اللي هم بيتعدل مستويات اجورهم او بيحصلوا على الحد الادنى للاجور، لا احنا بنتحدث او بنضمن ان ازاي ان اكبر شريحه ممكنه تقدر ان هي تستفيد من هذا الامر، لان برضه نراعي ان كتير من العاملين في القطاع الخاص وبيبقى في جزء كبير من اصحاب الاعمال اللي هي بيبقى المقابل بتاعها مخفض بعض الشيء، وكانوا دايما حتى حديثهم ان طب العاملين في الجهاز الاداري للدوله استفادوا من تعديل الحد الادنى للاجور، طب انت احنا كمان نقدر نستفيد، ما احنا برضه في الاول وفي الاخر مستهلكين وممكن يكون بيصدنا ارتفاعات الاسعار وارتفاعات في التكاليف المعيشه، فبالتالي جزء مهم جدا الدوله يكون عندها اصرار على ضمان تحسين لمستوى المعيشه، وفي نفس الوقت يبقى ده تنسيق واضح على القطاع الخاص، وانا باكد على موضوع التنسيق ده ان الموضوع مش مرتبط بالزام على قد ما هو نوع من انواع الحوار اللي ما بين الدوله وبين القطاع الخاص عشان نضمن التحسن لمستوى المعيشه بالنسبه للجميع، لان هي مش قرارات الغرض منها يعني نوع من انواع الـ ما هياش ضغط على المستثمر او ان احنا يعني بنضغط على القطاع الخاص، لكن صحيح. هي اجراء يستفيد منه جميعا. طيب هنا انا ده لو يعني يصححني لو انا غلطان، اقدر اربطه بكلام الرئيس يوم فطار الاسره المصريه لما قال بالتحديد احنا خلال الايام القادمه سوف تكون هناك حزمه اخرى من الاجراءات الاجتماعيه اللي من شانها انها من بشكل او باخر تخلق انتعاش اكتر عند الناس، ومن ناحيه تانية تخفف من وطئه الحمل الاقتصادي على الاسر المصريه. هل اقدر اعتبر هذا القرار هو جزء من هذه الحزمة اللي اتكلم عليها الرئيس؟ ازاي ان احنا نوصل لمجموعة من القرارات الكل يستفيد منها؟
لو حضرتك اخدت بالك قبل الجزء كمان حتى المرتبط بالحمايه الاجتماعيه كان في جزء مهم جدا للقطاع الخاص مرتبط بحزمه من الاستثمار مظبوط بحوالي 10 مليار دولار سنويا على مدار 4 سنوات، بنتحدث عن استثمار بحوالي 40 مليار دولار. انا دلوقتي بخلي المستثمر يقدر ان هو يتوسع في استثماراته، بقدم فرص استثماريه واعده، بقدر ان انا اخليه ببساطه كده او بمعنى بسيط ان هو يكسب. فبالتالي لما اجي على الجانب الاخر ويبقى فيه جزء مرتبط بان هو بيزود الاجور، فهو لما يكسب هيقدر ان هو كمان يتوسع في زياده الانفاق بالنسبه لمنظومه الاجور. ده جزء. الجزء الثاني ازاي ان الدوله بتستكمل في برامج حمايه اجتماعيه مهمه جدا في الوقت الراهن، سواء جزء مرتبط بالتعديل وزياده في منظومه الاجور واللي احنا مستمرين فيها على مدار السنوات، وفي نفس الوقت الجزء الاخر المرتبط طبعا بالجانب المعاشات اللي الدوله برضه يمكن بذلت فيه جهد كبير جدا وقدرت ان هي تعدل بشكل واضح من منظومه المعاشات. احنا بنتكلم عن اكثر من حوالي 10 مليون صاحب معاش، فبالتالي ده كمان كان جزء مهم جدا طبعاً ان الدوله تتحرك عليه. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد بمدينه الثقافه والعلوم، الف 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 شكر. طيب يمكن ثاني انا عايز ارجعك على النقطه دي. امبارح انا من النوع اللي ايه دايما، عارف وانا صغير كده شفت كان فيلم لطيف جدا اسمه الوزير جاي، فالفيلم ده دايما كان يخليني وانا قاعد عمال بكبر سنه ورا سنه دايما عندي الشك والريبه بتاعت انه يبقى فيه فلان الفلاني كل الناس عارفه انه جاي، يطلع الوزير، يطلع رئيس هيئه، يطلع وكيل الوزاره، يطلع رئيس الجمهوريه، الناس تبقى عارفه. علشان كده لما كنت بشوف خلال الفتره السنين الماضية السبع أو الثمان سنين اللي فاتوا الرئيس لما بينزل فجأة في الشارع ويلف وحاجات زي كده، وأنا هنا أتذكر ما كنا نقرأه، قد يكون بعض أساطير وبعض واقع، على مسألة هارون الرشيد لما كان بيلبس لبس العامة وينزل يلف في الشوارع والطرقات والأسواق ليطلع على أحوال الرعية، ولما كنا نقعد نقرأ عما هو ثابت حول الخليفة العادل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان بالفعل يتجول في شوارع المدينة عشان يشوف إذا كان الناس بتعاني من حاجة، عندها أزمة، عندها مشكلة، ويسارع فورا إلى حل هذه المشكلات. وإحنا صغيرين ومراهقين بل وشباب أيضا كنا نقول يا سلام، هو ما فيش حد يقلد سيدنا عمر بن الخطاب، هو ما فيش حد هيعمل زي هارون الرشيد واطلع على أحوال الرعية، فإن اطلعنا على أحوال الرعية حسن الحال. أنا ما بقولكش أنه فخامة الرئيس هو سيدنا عمر بن الخطاب، أنا بقولك هنا إيه؟ القدوة، الاقتداء. المهم إيه علاقة ده بامبارح؟ أنا قلت بقى إيه؟ أطب. آه سيبك من أي حاجة، يعني مش المفروض أنه في حد هيعمل لي حساب يعني ويعمل استعدادات علشان، لكن مثلا تخيل لو انت رايح مكان وقال لهم والله انا جاي اصور عندكم، ما اكيد هيبان افضل مما يمكن ان يظهر، صح؟ فخدت بعضي وقلت اطب على فين بقى؟ اطب على الحته بتاعه الساحل الشمالي من عند بقى ايه مثلا برج العرب وقاعده محمد نجيب وطريق الساحل اللي احنا عارفينه والطريق الجديد اللي احنا مش عارفينه والمصانع والمزارع اللي احنا مش عارفينها. أصل إحنا بنبص بس على أبراج العالمين، هي أبراج عظيمة ورائعة ومشروع عالمي، بس ده اللي على الوش. أنا بسأل سيادتك سؤال، حضرتك عزيزي المواطن وعزيزتي المواطنة، أنت شفت اللي الناحية التانية؟ يعني حد فينا فكر يسلي صيامه زي حالاتي كده وينزل يتمشى، ينزل يتفرج، يشوف المصانع اللي اتعملت، مش اللي هتتعمل بس، اللي اتعملت بلاش، يشوف كم المسطحات الخضراء اللي اتزرعت، مش اللي لسه هتتزرع، ده اللي هيتزرع اكتر. مش بس كده، لما تيجي تشوف يعني ايه دولة خدت قرار انها تحول المنطقة دي لمنطقة جذب حقيقية بل وبؤرة حقيقية كبيرة للسياحة العالمية، والمناطق بتاعة التخزين والخدمات اللوجستية اللي هتتعمل استعدادا على سبيل المثال للحصر لما نطلق عليه سياحة الأغنياء والأثرياء، الناس بقى اللي جايبة المراكب واليخت واللي مش عارفه كاتماران ومش كاتماران، عارف الكاتماران اللي هو المركب المزدوج ده زي بتاع فيلم ووتر وورلد، ماشي هو شبهه كده، يبقى مركب مزدوج يبقى فيه بينه وصلتين كده
يعني بريدجين او جسرين حدوت لطيف قوي البتاع ده. المهم عمري ما ركبته في حياتي، طول عمري نفسي اركبه. ان شاء الله ممكن ابقى يعني اطلع رحله عليه في يوم من الايام لما اتم 85. المهم مش ده موضوعنا، حتى ده معمول حسابه على سبيل المثال. لما تيجي تشوف الطريق اللي انت عارفه والتحولات الجذريه اللي حصلت فيه، ولما تيجي تشوف انه في طريق جديد تماما زي ما يقولوا كده، جديد نوفي جديد لانج، ياخدك بقى من فين؟ مش انت وانت جاي من القاهرة بتروح داخل طريق العالمين وبعدين بتكمل وبتنزل على طريق الساحل الشمالي عند الكيلو اظن 90 حاجة زي كده، وتبدأ بقى تكمل في اتجاهك ناحية العالمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن وما الى ذلك. كم يا بودي؟ 92 90 صح؟ انا فاكر كويس. المهم ده الطريق اللي احنا عارفينه وتكمل فيه، حلو جميل، دلوقتي شغالين فيه على قدم وساق. أول مرة أشوف ميدان في الهوا، والله ما بهزر، ميدان فوق الكوبري، حدوتة كده هتعرفوها لما ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى يسمح لكم وتطلعوا على هناك. لكن ده في طريق تاني خالص هتاخده برضو من عند العالمين وبيلف بيك، وتلاقي نفسك قاعد بقى شايف الأبراج دي من بعيد كده على بعد مثلا 5-6 كيلو بعيد خالص على إيدك الشمال، وشايف كل القرى والحاجات دي من بعيد برضو، بس الأبراج باينة عشان طويلة جدا، وتلاقي الحتة دي كلها رقعة خضراء يمينك وشمالك. أمال لو ركبت الطيارة تشوف إيه؟ ولا المصانع اللي اتعملت، ولا الناس اللي بدأت تشتغل؟ تيجي تقولي مصر اقتصادها، هي المسألة صعبة والأزمة الأوكرانية شديدة الصعوبة على العالم، بس مصر ما وقفتش وما ضربتش فرامل وما ضربتش كرسي في الكلوب وما خدتش قرار انها تاخد لها خطوتين لورا ولا تحوط على القرشين وتجيب بيهم شوية زيت وسكر. اسهل حاجة ان مصر كانت تحوط على القرشين وتجيب زيت وسكر فالاحتياط يخلص ونرجع نغني ظلموه، دي اسهل حاجة، وده اللي كان بيتعمل قديمه زمان. اسحب وسكت الناس، اكل وسكت الناس. اللي بيحصل دلوقتي هو اللي يخليك تعرف تعدي الأزمة، واللي بيحصل دلوقتي هو اللي بيخليك تقدر تدفع أقساط الديون وأصولها، واللي بيحصل دلوقتي هو اللي يخليك ما تورثش الدين لأبنائك ولا لأحفادك، واللي بيحصل دلوقتي هو اللي هيخليك أنت النهاردة من ضمن أقوى 30 اقتصاد على مستوى العالم. وده مش كلام يوسف، ده كلام المؤسسات الدولية كلها دون استثناء واحد. ده اللي هيخليك في يوم من الأيام تبقى من أقوى 20، وهتبقى من أقوى 7 اقتصاديات. لو ما دخلناش الجي 7 أبقى أنا ما بفهمهاش حاجة. هتشوف. خلونا بقى نروح لبكرة بإذن الله سبحانه وتعالى واستعداد. أنا قلت بس إيه أعيد عليك، أرجوك عيد بتفاؤل. استعدادات بقى وزارة الأوقاف لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركة. معانا على التليفون دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك يا يوسف، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والشعب المصري يا رب بخير دايما وأبدا. اللهم أمين. معلش اعذرني أنا طولت في الحتة الاقتصادية، قلت عيد على الناس برضو. ما ده حاجه كويسه، واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، يعني محتاجين ان احنا دايما وابدا يبقى في تفاؤل، يبقى في كده اقبال على الحياه وتنميه واعمار بعيدا خالص عن ما يطلقه اصحاب الافكار المتطرفه من الشائعات والكآبة والحزن والكلام الذي لا يمت الى الانسانيه كلها خالص خالص. استعداداتنا لبكره باذن الله سبحانه وتعالى، وعيد سعيد علينا جميعا يا رب. عيد سعيد علينا وعلى مصر كلها يا رب. احنا في اطار يعني ادخال الفرحه والبهجه والسرور على الناس في عيد الفطر، يمكن تم التنسيق لتجهيز اكثر من 600 ساحه على مستوى الجمهوريه من الساحات الملحقه بالمساجد الكبرى هيكون فيها صلاه عيد الفطر، بالاضافه الى المساجد الكبرى والجامعه ان شاء الله برضه هيكون فيها صلاه عيد الفطر، مع السماح بفتح مصلى السيدات واصحاب الاطفال. عارفين دايما وابدا الاطفال في اليوم ده بيبقوا سعداء، فاحنا في اطار يعني ادخال الفرح والسرور عليهم ان شاء الله هيكونوا متواجدين معنا في الساحات، وهيكونوا متواجدين معنا ان شاء الله باذن الله في صلاه العيد، وان شاء الله باذن الله المساجد والساحات هتكون مهيئه ومستعده لاستقبال المصلين للتكبير وللصلاه، وبعد الصلاه هتكون في خطبه العيد ان شاء الله، وهتكون في خلال 10 دقائق زيها بالضبط زي خطبه الجمعه،
وبعد الانصراف هيتم التعقيم والتطهير. ما زلنا يعني نحتفظ بالحفاظ على النفس البشرية طبعاً. والالتزام بالإجراءات والضوابط التي أقرها أهل الشأن وأهل الخبرة في هذا المجال بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني لا صحة لما أطلق من شائعات حول عدم اصطحاب الأطفال للصلاة وكل التهجيص اللي اتقال ده نهائيا يا فندم نهائيا. يعني الناس كلها شافت يعني اطفالنا وهم كلهم بيصلوا التراويح، وكان باين وواضح في كل المساجد الاطفال موجوده وفرحانه وبتصلي التراويح، ما فيش حد ابدا منحهم وما فيش حد ابدا قال لهم ما تصلوش. صحيح صحيح. انا بشكرك مره ثانيه يا دكتور هشام، كل سنه وحضرتك طيب. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. وانا رايح كده في السكه هفكرك، جرب تروح تسلي نفسك، لو يوم اجازه خد بعضك اتمشى اطلع لحد هناك هتتبسط، لان هتشوف بعينيك اللي عادة ما بتشوفوش دايما. مش كلنا بنجيب كل اللي انا شرحته لك ده في عجالة. انا خدت بعضي وقلت اطب اتفرج، الشغل الله ينور، اهدى كده وروق، الازمة هتعدي. فاصل ونكمل الكلام. طيب، وعايز بقى بالمناسبة، ما هو أنا الحقيقة الـ كنت أقول لكم على التمشية بس التليفون جاهز معانا، وهو برضو أمر مهم جدا طبعا طبعا مما لا شك فيه. الأعياد والمناسبات والأجازات على طول تستوجب إيه؟ حالة استنفار واستعدادات دايما قصوى، وبالتحديد في مترو الأنفاق. كل الناس تستخدم مترو الأنفاق، وفي يعني وقت قريب بإذن الله هتلاقينا كلنا بنستخدم متروهات وقطارات كهربائية ومونوريل، وهتبقى ليلة والله العظيم. حقيقي البلد فعلا بتتطور، بس لو انت عاوز تشوف، لو انت مش عاوز تشوف دي حدوتة تانية. خلونا ناخد معانا على التليفون الأستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق. أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازاي الصحه؟ وانا بكل سنه المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه وانت طيب، ويا رب بعيد عيد سعيد علينا جميعا. استعدادات المترو يا فندم. حضرتك احنا عندنا الشركه المصريه لاداره وتشغيل مترو الانفاق، الخط الاول من حلوان للمرج، الخط الثاني من شبرا الخيمه للمنيب. ان شاء الله احنا طبعا توجيهات وتعليمات معالي الفريق كامل الوزير باستمرار تشغيل جدول رمضان حتى الانتهاء من اجازه عيد الفطر المبارك. يعني احنا زودنا ساعه زي العيد، زي رمضان بالظبط، اللي هو الاستمرار الساعه الزياده. ان شاء الله احنا هنبدا الساعه 5:15 صباحا التشغيل، وهننتهي اخر قطر من محطه مترو حلوان الخط الاول الساعه 12:30، واخر قطر من محطه مترو المرج الجديده الساعه 12:30 صباحا، واخر قطر من محطه مترو شبرا الخيمه ومحطه مترو المنيب الساعه 12:30 صباحا. حلو جدا قوي خالص. هو احنا في كم مواطن بيستخدم المترو يوميا يا فندم؟ احنا عندنا اللي بيركب مترو الانفاق الخطوط الثلاثه، اللي هو الخط الاول والخط الثاني والخط الثالث، اكتر من 3 مليون راكب يوميا. اللهم صل على النبي. طب سؤال بقى كمان، انا عارف انه في الخط الثالث اظن شغالين فيه عند المتحف المصري الكبير، مش كده؟ هو سيادتك ده هم شغالين، بس هو من اختصاص الهيئه القوميه للانفاق. احنا بنتكلم باسم الشركه المصريه لاداره وتشغيل مترو الانفاق. أيوه. الخط الاول والخط الثاني. انا بسال ليه بقى؟ عشان عايز اعرف هل جالكم اخبار هيتفتح امتى الخط ده او المحطه دي؟ هو اللي يعرف طبعا الاخبار ويعرف التكلفه بتاعته ويعرف هيتفتح امتى، جدول تشغيله كله مع الهيئه القوميه للانفاق. احنا كده مش عارفين نسترزق منك يا استاذ احمد، مش هينفع. لا والله احنا عايزين نطلع اي تصريح. نتكلم في استعدادات المترو، عندنا مثلا 1120 رحله في اليوم. في الخط الاول حوالي 510 رحله، الخط الثاني حوالي 610 رحله. طبعا احنا هندفع بكل القطارات المكيفه اللي لمواجهه اي طقس، الطقس الحار في محطات المترو. طبعا احنا عندنا استعدادنا برضو من نقاط الاسعاف، عندنا حوالي 20 نقطه اسعاف موزعين على خطوط المترو الانفاق لمواجهه اي حاله طارئه في اي محطه مترو ونقلها لاقرب مستشفى لو لزم الامر. طبعا في تنسيق بيننا وبين شرطه النقل والمواصلات وشرطه مترو الانفاق لعمل اكمنه ثابته داخل المحطات، وعمل اكمنه متحركه داخل القطارات لمتابعه الحاله الامنيه داخل محطات مترو الانفاق. طبعا الاجراءات الاحترازيه احنا يوميا بنطهر وبنعقم جميع المحطات وجميع القطارات وجميع الاماكن التلامسيه مع الساده الركاب. صحيح. يوميا على مدار اليوم كل محطه مترو فيها فريق عمل لتطهير وتعقيم جميع الاماكن التلامسيه، ومن خلال الاذاعه الداخليه برضو بنذيع على الساده الركاب
يعني احنا موجودين مترو انفاق بنقدم الحمد لله بفضل الله خدمه متميزه، وعندنا خط ساخن شغال على مدار ال 24 ساعه، لو في اي حد عنده شكوى او استفسار او اقتراح بيتصل بالخط الساخن اللي هو رقمه 16048. ومش كده وبس يا فندم، احنا عندنا في اكشاك موجوده في محطات مترو الانفاق لتلقي المواطنين لقاحات كورونا زي جونسون زي استرازينكا، طبعا بالتنسيق الكامل مع وزاره النقل ووزاره الصحه. صح. موجودين في المحطات وشغالين من اول اليوم لاخر اليوم لاستقبال اي حاله عايز يطعم لمسافر اي دوله بيجي لنا محطات المترو. عندنا مكاتب في محطات المترو ايضا لمنظومه الشكاوي الحكوميه الموحده التابعه لرئاسه مجلس الوزراء لتلقي اي شكوى من خلال او في اي جهه حكوميه، يعني مش المترو بس، يعني مش احنا قاعدين للمترو، لا، لو اي حد عنده شكوى في وزاره الاسكان، في وزاره النقل، في وزاره اي وزاره حكوميه او اي هيئه حكوميه، بيتفضل على محطات المترو متواجد مكاتب لمنظومه الشكاوي الحكوميه من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 9 مساء لعرض الشكوى عليه وتسجيلها على التابلت الموجود وتسجيلها على الموقع الالكتروني الخاص برئاسه مجلس الوزراء. عظيم جدا. طيب معلش اخيرا كده، باعتبار انه العيد فرحه زي ما بنقول، يعني هيبقى في اعداد اظن هتبقى اكبر من مستخدمي اليومي العادي، لكن الاعداد هتزيد شويه يمكن في العيد، وبالتالي برضو هيزيد عدد الاطفال الصغيرين اللي ممكن يبقوا موجودين. هل بتبقى الشركه عامله استعدادات زياده عن الايام الطبيعيه؟ ممكن يبقى في عدد عربيات زياده، عدد رحلات اكتر، بيبقى عدد تشغيل قطارات اكتر، بيبقى في مراقبه اكتر للخطوط والارصفه وما الى ذلك علشان التدافع، الازدحام، وجود اطفال وما الى ذلك؟ بالفعل يا فندم، طبعا احنا مجهزين قطارات اضافيه في كل محطة ابتدائية زي محطة شبرا الخيمة، محطة المنيب، محطة حلوان، محطة المرج، بيكون في قطارات إضافية فارغة من الركاب بيتم الدفع بها وقت أي وقت زحام في أي محطة مترو مزدحمة أو فيها أي تكدس من الركاب، مش في عيد الفطر بس، لا، في أي يوم حتى من الأيام الطبيعية أو الأيام العادية بيتم الدفع في المحطات المزدحمة لامتصاص الزحام داخل هذه المحطات. النهاردة يا فندم كنا احنا بنوزع من أول يوم رمضان، من يوم 1 رمضان حتى 30 رمضان اللي هو النهاردة، كنا بنوزع كل يوم وجبات على السادة الركاب في بعض المحطات المزدحمة بالتعاون مع بعض الجامعات الأهلية للمشاركة المجتمعية، طبعا بتوجيهات وتعليمات من الفريق الكامل للوزير. أيضا النهاردة كنا وصلنا ل 150 ألف وجبة اتوزعت على السادة الركاب على مدار الشهر، يعني كان كل يوم بنوزع حوالي 5000 وجبة، كل محطة 500 وجبة لمدة حوالي 10 محطات، عملنا حوالي 150 ألف وجبة. بكرة إن شاء الله يا فندم معانا برضو بنك الكساء، البنك الكساء بعت مصليات حوالي 1000 مصلية و1000 كاب هيتم توزيعهم على بعض المحطات إن شاء الله على سادة الركاب تحت شعار هنفرح بالعيد. صحيح، ربنا يفرحنا جميعا. بشكرك جدا أستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة تشغيل مترو الأنفاق. وجبات في المترو 150 ألف وجبة، 5000 وجبة بشكل يومي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. قال لك مصر ما اتغيرتش. كل ده ومصر ما اتغيرتش. يا دين النبي، هم لو كانت اتغيرت كان حصل ايه؟ يعني انا مش عارف، عايزين مثلا نوزع مكوكات فضاء على المواطنين؟ انا مش بقول لك ان احنا عملنا كل حاجه ممكن تتعمل، انا ما بقولكش احنا السويد ولا احنا سويسرا ولا احنا النرويج ولا الدنمارك يا عم. انا بقولك ان احنا كنا في حته تانية خالص بعيد عن ده. انت عارف، قبل ما نروح بس للفاصل، معلش، انا الموضوع اصله فعلا شاغلني. ليه؟ لازال حتى هذه اللحظه لسه ناس في قاعده عماله بتتكلم. انا بقول لك طبعا ده على خلفيه التسليه اللي انا عملتها امبارح دي بتاعت التمشيه الطويله. انت عارف ان بتمشى من الساعه كام؟ قاعد بلف يعني من الساعه 9 صباحا تقريبا، 11 صباحا لحد الساعه 9 بالليل. حلو. فاقدر اقول لك ان انا هرست المنطقه، يعني حاجة مفيش بعد كده، عظمة على عظمة على عظمة. وهنا لازم تبقى فاهم حاجة، عشان الناس اللي بتتكلم على مسألة هو احنا ليه عملنا كل الطرق والكباري دي، كان حقنا عملنا مصانع. أنا سمعت ده من بعض الأصدقاء حتى، وأصدقاء أنا أدعي إن هم مفيش حاجة في قلوبهم أكبر من حب بلدنا، يعني أكبر من حب مصر. أنا في ظني إن هم بيقولوا ده ممكن يكون بدافع حسن النية، الغيرة، ممكن يكون عدم اطلاع كامل على الوضع أو عدم تدقيق في بعض الملفات. أنا عايز أبسط ده بس للمواطن، سيبنا من أصحابي. لو أنت عندك بيت
اشتريت بيت، ربنا سبحانه وتعالى كرمك ورحت اشتريت بيت، البيت ده على الطوب الأحمر، حضرتك ينفع تفرش وتسكن ولا لازم البيت ده يتجهز؟ هتقول لي يا يوسف طبيعي لازم يتجهز. أقول لك حلو، طب هينفع تمحره؟ هو على الطوب الأحمر، ومصر كانت على الطوب الأحمر بالمناسبة يعني، وأقل قليلا للأسف الشديد يعني. احنا استلمناها للأسف سيئة، وبعدين ثورة يناير أدت إلى بعض النتائج اللي كانت شديدة السوء، ومن أسوأها نظام الإخوان مما لا شك فيه، وكان ليها نتائج جيدة جدا برضو، مفيش خلاف. بس مصر ما كانتش حتى على الطوب الأحمر، مسألة كانت صعب، هعتبر على الطوب الأحمر. طب لو محرنا البيت ينفع نفرش ونسكن؟ برضو لا. هو أنت هتلاقي مية فين؟ مفيش. طب كهربا؟ مفيش. طيب تريد أن تقضي حاجات؟ مفيش. طب اقفل الشباك علي عشان ما اخدش لطشة هوا؟ مفيش. طب هو أنا ينفع أعمل كام شباك وكام باب وافرش واسكن، ولا لازم أعمل السباكة وأعمل الكهرباء وأمن الدنيا؟ طب وتعمل أي كهرباء، ولا تعمل كهرباء كويسة علشان البيت ما يتعملش فيه قفلة ويولع لقدر الله؟ وتعمل السباكة سباكة 100%، ولا لقدر الله المية تضرب في البيت كله وتبقى الحكاية بزرميط؟ يعني لازم الحاجة تتعمل بالمظبوط. ما أنا هاخد شقة برضو على قدي، لكن أعمل الحاجة بالمظبوط. طيب مصر بلد مهم وعظيم، يوم ما تشطبها كوليشن كان ولا بالمظبوط؟ بالمظبوط. فالنديم بيقول لازم نطلع فاصل. بالمظبوط. طب أنا هعمل المصنع وأنا ما عنديش طاقة للمصنع؟ طب بلاش، هعمل المصنع في قلب الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء، يعني أنا أقعد أجيب الخام بتاعي إزاي؟ طب وعمالي، بمناسبة عيد العمال، أجيبهم إزاي؟ طيب وبعد ما أنتج، طب أنا جبتهم بالباراشوت. تخيل بقى لو مصنع عنده طيارات وباراشوت، المهم اتولدوا في المصنع، المصنع فجأة نبت عمال ونبت مكن ونبت خام. هتوصل المنتج بتاعك إلى المدن ثم إلى المواني ثم إلى المطارات إزاي؟ إيه؟ هتقول إيه؟ يعني هتقول حدرجة بدرجة والنبي وصلوا المنتج لفرنسا؟ هوكس بوكس وصل المنتج لأمريكا؟ بردقوش يا بردقوش وصل المنتج للخليج؟ عفركوش يا عفركوش نزل المنتج لإفريقيا؟ ده باعتبار أن المصنع بينبت عمال وبينبت مواد خام، يعني لازم طرق. أنا ما بتخلقش عليك والله، أنا بكلمك بأمانة بمنتهى المنطق. قولي هتسكن في البيت طوب أحمر؟ لا. محارة؟ لا. معمول له سباكة سكة؟ لا. كهربا كوليشن كان؟ لا. لازم يتشطب؟ آه. بيتك وشقة عمرك ده يستحق أنه يتعمل له تشطيب 10/10 ولا سكة 10/10؟ بقولك إيه، تعال نروح فاصل ونكمل الكلام. والله كنت قاعد عمال اقرا دلوقتي لبعض التويتات والتعليقات كاتبها زميلنا لؤي الخطيب، اسعدتني بصراحه والله. حلوه لؤي، انا عارف ان هو اكيد هيشوف ده صح اللي انت كتبته، بشكل او باخر هو صح، محدش يقدر ينكر على الاطلاق. عجبني الكلام جدا، اشكرك يا لؤي، اشكرك، لانه فيها برضو يعني شيء من ما هي، ما فيش مجامله، لكن فيها شيء من اعطاء الامور حجمها وقياسها السليم. لا مش شيء، هو اعطى الامور حجمها وقياسها السليم. صح، الله ينور عليك يا لؤي. المهم خلونا بقى نروح للعيد وبهجه العيد في محافظتي المحببه الى نفسي. صحيح انا مش اسواني، بس انا وقعت في حب وفي اسر محبه وعشق والهيام بتاع اسوان. اه والله العظيم اسوان دي حلوه حلاوه بناسها واهلها، طبيعتها الخلابه، التاريخ اللي بينطق في كل ركن وفي كل حجر فيها. حتى العيد يا اخي في اسوان مختلف. شوف تلاقي بقى مثلا العائلات الأسوانية، باعتبار أنه أسوان لازالت بتحكمها تقاليد العيلة الكبيرة، هتلاقيهم يتجمعوا مع بعض في دور المناسبات وفي المنادر، عارف المنادر اللي هي جمع المنظرة، وفي المنادر ويفطروا رز بلبن وكيك، ده بجد مش هزار،
ولو عاوز تعرف اكتر اقدر اقول لك انه حكايه الكيك دي بالذات، سيبك من الكيك الفرنجي بتاع اليومين دول، الفكره بتاعه فطار حاجه حلوه دي قصه مصريه قديمه بامتياز. وبالمناسبه وصفه الكحك اللي احنا بناكله اليومين دول ده، اللي هو الكحك اللي دقيق وسمن بلدي وعليه رشه سكر، دي وصفه موجوده ومكتوبه ومحفوره ومرسومه في بعض المقابر المصريه القديمه. احنا معانا الاستاذ عيسى سباق، مدير مدرسه واحد كبار العائلات باسوان. يا اهلا وسهلا، وكل سنه وحضرتك طيب، واسوان كلها طيبه، وكل مصر وكل الانسانيه. أنا وسهلا يا فندم، كل عام وانتم بخير يا رب، ومصر كلها بخير يا رب، وامن وامان. الله يبارك فيكم يا رب. اللهم امين. كل سنه وانتم طيب يا استاذ عيسى. وكنا عايزين نتكلم على العيد في اسوان ومظاهر العيد في اسوان وتجمعات العائلات وفطار كيك ورز بلبن. ربنا يجعل صباحنا كله زي اللبن كده وزي الفل يا رب. يا رب دايما يا رب يا رب. الحقيقه يعني مظاهر الاحتفال في محافظه اسوان او في الصعيد عموما هو ممكن لا تختلف من مكان الى اخر، ولكن محافظه اسوان زي ما تفضلت حضرتك يعني بتاخذ طابع جميل كده وخاص وحلو، بيتوشح بالبياض للرجال، يعني بتبتدي لوحه القريه كانها لوحه كده جميله، يبتدي الرجال فيها يخرجوا من البيت رايحين المسجد، بيبتدوا يعني ياخذوا كما سنه يعني بعض من الثمرات. رحنا المسجد، بعد المسجد بيبتدي الرجال يتجمعوا في المناظر زي ما قلت حضرتك او المضيفه، كل عائله لها مضيفه بتاعتها الخاصه بيتجمع فيها، وكان في دفتر حضور للرجال كلهم. ايوه، فلازم يحضروا في المضيفه دي. حلو. ويبتدي بقى يجي فيه رز بلبن، يجي الكيك، يجي الحلويات، يعني تحل عليهم حاجات من البيوت، من كل البيوت دي، وكله بيسارع بقى يودي، كل حد يودي الطبق بتاعه والاشكال والحاجات اللي هم تعبوا فيها الستات. بس لازم يبقى فيه رز بلبن وحاجه حلوه. دي من السمات اللي هي جميله في المكان. يبتدي بعد كده الرجال يتحولوا كمان من منظره لاخرى، بيتصوروا لبعضهم، كله يلف بقى يعيد على اصدقائه وقرايبه وحبايبه. والنساء برضه زي كده اهو، يعني وان كان النساء بيبتدوا من عشيه العيد، يعني تصور النساء كمان يعني بيبتدي عندنا بدري، بيبتدي من عشيه العيد. من عشيه العيد الرجال بيبتدي بعد صلاه العيد. النساء كمان في حاجات جميله، بيبادرنا بالزيارات لبعضهم يبداوا بقى من الليله دي، يعني السيدات يبداوا من الليله دي، بتودي بقى الكعك اللي هي عملت للبيت الثاني. طب قول لي، الاطفال والشباب بيبقى المهرجانهم بعد صلاه العيد، بتبتدي تلاقي القريه كده وفود رايحه، وفود جايه من الشباب من اطراف القريه هنا الى اطرافها الاخرى، ومن شمالها الى جنوبها، ومن غربها الى شرقها، في مهرجان ولوحه كده جميله بتلاقيها في يعني بتتحرك القريه كلها، عنوانها الترابط الاجتماعي اللي الموجود، يعني بيوضح لنا الترابط الاجتماعي اللي وقيمته في الصعيد عندنا وفي محافظه اسوان، يعني بالاخص في ترابط جميل جميل وروحه عاليه كده. يا رب دايما. انا بشكرك جدا جدا يا استاذ عيسى، الف شكر. استاذ عيسى سباق وهو مدير احدى المدارس باسوان واحد كبار العائلات باسوان. على ما يبدو كده ان انا هحقق حلم ابويا رحمه الله عليه، وهو كان حلم تقاعده في اسوان. قبل ما ابويا يتوفى الله يرحمه كان عنده حلم انه يروح ويبني بيت، مش يشتري بيت، يبني بيت في أسوان. فكنت أقول له بابا تبني بيت، أبويا الله يرحمه يعني توفى وقد جاوز 70، يعني مواليد 35، فالله يرحمه يا رب، والله أبويا وحشني قوي. المهم يعني فكان يقول لي لا أنا عايز أبنيه على مزاجي وبطريقتي وأنا اللي هحط التصميم. أبويا كان شخص مثابر جدا، مصر جدا، وأحيانا عنيد حبتين، لكن كان دايما تلاقي أفقه متسع، ودايما ما عندوش اي مشكله في انه يتناقش، وما عندوش اي صلف ولا تكبر ولا تعالي حتى على اللي اصغر منه ب 40 وب 50 واحيانا ب 60 سنه، يعني يقعد يسمع ويتناقش. كل اللي انا طالبه من حضراتكم ان كلنا نتحلى بالصفه الكويسه دي، اللي هي ايه؟ خلي دايما صدرك مفتوح، اتناقش،
واسمع وتقبل الاختلاف. الاختلاف طول ما احنا بنتقبله وبنتناقش فيه، خد بالك ده الاختلاف، عمره ما يتحول لخلاف. الاختلاف طول ما احنا بنتكلم وبنتناقش وبنستعرض وجهات النظر المختلفة، عمرها ما هتتحول لقتل وسفك للدماء زي ما حصل من الجماعة غير المباركة. مفيش حد بيحب بلده بيقتل ولادها، ومفيش حد بيحب بلده بيفجر جوامعها ولا بيحرق كنايسها، ومفيش حد بيحب بلده طول الوقت بيكفر في أهلها، يقطع ودن ده ويحل ده ويحل دم ده. كل سنة وانتم طيبين، كلنا بنحب بلدنا، صحيح كل واحد بطريقته، بس مفيش حد فينا أظنه مستعد انه يصدق مجموعة من الخونة زي اللي اتفرجنا عليهم في الاختيار. الاختيار النهاردة قالوا هيبقى فيه مفاجأة كبيرة قوي، عايز الحقها قبل ما المسلسل يخلص.